احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده مش لاقيين ناكل، وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريتال. شغل ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هانم، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه. يعني العز اللي انت فيه ده، الناس اللي كانت بتقول لك يا هانم، اللي كانت بتفتح لك باب العربيه، كل الناس دي مش هتلاقيها. اول ما تبقي مفنسه يا شهد مش هتلاقيهم. مش للدرجه دي يعني. وحياه امك وامي هو ده اللي هيحصل، واكبر دليل العريس اللي كان يتمنى بس اقول له صباح الخير، اللي كان بيتصل بيا ليل نهار ما كنتش بعبره، اللي كنت بهزقه ما كانش يقدر يقول لي تلت التلاته كام. ده غير بقى امه اللي كانت بتفضل قاعده قدام امك ساكته غصب عنها وما بتفتحش بقها، اول ما عرفت طلعت الوساخه اللي جواها. بس احنا مش واعيين قوي كده يعني. لا وقعنا، وقعنا قوي يا شهد لما نلاقي نفسنا على الحديده، مش عارفين نعيش حتى بربع اللي كنا عايشين بيه. لما اصحابك يتصلوا بيكي يقولوا لك انزلي سهري معانا، ما تقدريش تنزلي عشان ما معكيش فلوس. طز فيهم كلهم، مش مهم. كلام، كله كلام. بس في الحقيقه بقى اول ما تقعي مش هتستحملي. انت هتقلبي دماغي ليه؟ بقول لك ايه، انت كل الكلام اللي انت قلتيه ده ما يفرقش معايا، انا اقدر اعيش تحت اي ظروف، سواء معايا فلوس او معيش. ماشي، لما نشوف. امك لو عرفت ان انت كلمتيهم هتقلبها مناحه، انت حره. لا ما تقلقيش، انا عارفه انا بعملي كويس قوي. انا السبب. يا ريتني كنت اتشليت، يا ريت كان لساني ده اتقطع من لخلوخه وما كنتش فتحت بقي. يا ريتني بدالك يا عبد الله. يا ماما يا ريتني بدالك يا اخويا. كفايه يا حبيبتي، محدش يقول لي كفايه، محدش يقول لي اسكتي، سيبوني في اللي انا فيه. يا عبد الله يا ريتني كنت اتنقطت. ايه يا عزة؟ دكتور قال لك ايه؟ والله خير خير، اهدي بس. قال لك الدكتور خلاص خير، الدكتور قال بس اول ما الحاله تستقر هيتنقل الاوضه 10 ان شاء الله، وبعدين يعني كلها يومين اتنين بالكتير وهيبقى زي الفل. يومين ليه؟ هيقعد يومين ليه؟ هو عنده ايه؟ في ايه بس يا ست كريمه؟ اهدي شويه وصلي على النبي، مشكله. الصلاه والسلام. هو بس بيقول انه واضح ان انتوا يعني ضايقتوه او تعبتوه في البيت شويه. انا يا اخويا انا اللي زعلته، انا اللي فتحته في مواضيع، انا اللي اتكلمت. يا ريت كان لساني اتقطع، يا ريت كان قلبي وقف ولا كنت فتحت بقي. يا ماما انا السبب. يا ماما يا ماما عشان انا السبب. صحتك يا ماما. انا السبب يا اختي. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. والنبي يا عزة، محلفك بالنبي، الدكتور قال لك حاجه وانت مخبيها عليا؟ قول يا ابني قول. والله ابدا، ان شاء الله يبقى كويس. عزت احنا متشكرين قوي، تعبناك معانا كتر الف خيرك. لا انا تحت امرك طبعا، انا بس عايز انزل اجيب لكم اي حاجه من جنب المستشفى تاكلوها ولا حاجه. لا 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 خالص، انت كفايه عليك اول حد كده، انت يا دوب تروح بقى. لا اروح ايه، انا اصلا واخد اجازه بكره، يعني هبقى فاضي خالص. والنبي عزت كفايه بقى، ما تحسسنيش بالذنب، روح بقى شوف انت مصالحك. مش هينفع امشي، انا لازم اروحك انت والست كريمه. لا لا الست كريمه مش هتروح، الست كريمه هتخش تقعد تحت رجلين عبد الله وتشوفه وتحس بيه وتطمن عليه. ما اقدرش امشي. بس اهدي وصلي على النبي، الدكتور هو اللي قال بنفسه ان احنا لازم نمشي، وجودنا ملوش اي لازمه. ما اقدرش. صدقوني والله بجد يا عزت. اه طبعا الحاجات دي بالذات انا ما ينفعش اخبي فيها او اكدب. طب يلا يا ماما، يلا حبيبتي بقى عشان نمشي. ما اقدرش يا زينب، ما اقدرش اشوف ابوك يا بنتي. بقول لك ايه، انت روح اتكلي على الله، وانا لو عايز حاجه هكلمك في التليفون. امشي مش هينفع يا ماما، صدقيني ممنوع حد يقعد معاه، صدقيني ممنوع. وانا هجيب طبله، انا هقعد سكته، وانا هفتح بوقي بكلمه بس اطمن عليه، ابقى شايفاه وهو بيبرمش وبيتنفس. يا بنتي حرام عليكي. يا ست كريمه افهميني، طول ما انت مش مستريحه هو كمان مش هيبقى مستريح. ليه بقى؟ ان شاء الله. عشان هو اكيد حاسس بيكي، وطول ما انت قاعده هنا بتعيطي ومش مستريحه هو كمان هيبقى قلقان ومش مستريح. لكن لو عرف وحس ان انت روحتي البيت وارتحتي
هيبقى مطمن والله، وقسما بالله باذنك يا رب بكره تيجي الصبح تلاقيه قاعد في اوضته زي الفل. ابي يا عزت. اه والله الله يطمن قلبك يا ابني. يلا ماما بقى اديكي سمعتي. حاضر حاضر حاضر، ربنا ياخد بيدك يا عبد الله يا رب، ربنا ياخد بيدك يا عبد الله. مسكين يا بنتي. مسكين. امسكها معايا. يلا ريتال هي اللي اتصلت وجالت. وجالت في المستشفى؟ معرفش، انا قلت اجي اقول لك عشان نشوف هنعمل ايه. خلي السواق يجهز العربيه. يا سيد سيد فندم، جهز العربية. حاضر. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم خايلة عليك العظيم. مش كده والنبي، انت بيه كبير، كان لازم تبقى بيه من البهوات اللي بنشوفهم في التلفزيون. حياتك لا يحصل. بقول لك ايه، انا كنت عايزة حاجة كده. قولي. عينيا. فلوس. انا ما بحبش الكلمة دي خالص، بتضايق منها. ليه؟ هو انا قلت حاجة عيب؟ عيب؟ يا رود تطلبي حاجة عيب، ده أنا أحبك أكتر. أصل أنا يعني كنت عايزة أبعت دلال تجيب لي كم طقم كده من المركز. طقم؟ طقم إيه؟ لا مش لازم تعرف، لما اجيبهم هقول لك. حاجه يعني لزوم العيب؟ ابو العيب كله. طب لما نشوف. بس على الله يطلعوا اي كلام. تسلم يا حسن. وابقي خليكي في الغوامق يا حسن. حسن